السلام عليكم، حياكم الله يا اخوان في الجزء الثالث في وش صار على بلاك اوبس. طبعا اللي ما يعرف ذا السلسله، واغلبكم اتوقع ما يعرف وش السالفه، مع انها هي على مشاهدات في قناتي. هذه السلسله فكرتها اني اروح لاجزاء بلاك اوبس او مودرن او اي جزء من كود ونقعد نلعب فيه شوي ونفرفش ونطقطق ونسترجع الذكريات، يعني ها وش صار عليها يعني بالعربي بس. فالى الحين نزلنا جزئين اللي هو كولد وور وبلاك اوبس 4. طبعا ما شاء الله كولد وور يمكن قبل 10 شهور وبلاك اوبس 4 قبل 6 شهور، فيا ساتر والله اني ابطيت. فعلا انا طولت عشان انزل بلاك اوبس 3 لان الصدق والله ما كان لي نفس. يا اخي بلاك اوبس 3 يمكن من اقل الاجزاء اللي تعجبني من ناحيه ملتي بلاير، اما الزومبي والله الزومبي يمكن الافضل. ليه من الاقل؟ اتوقع اغلبكم يعرف اللي يلعب الجزء عشان الطيران. طبعا الطيران هو مو للمنوب، هذا الشيء كلنا خابرينه، بس خلينا نفترض انك انت ما شاء الله صرت فنان في اللعبه وصرت معرق في اللعبه وتعرف كيف تطير وكذا، كيف تجيب لقطات وحركات بركات. اذا سحبت على اللعبه شهر ولا شهرين خلاص بترجع للعبه ولعبك عك عك. ف نعم حرفيا بترجع كنك نوب، كنك توك بادي اللعبه. طبعا قبل ما اسجل لعبت لي كم جيم عشان اتعود على اللعبه شوي، لان من زمان والله انا. وي صح من ناحيه الليفلات وذا، ترى الجزء مثل ما قلت انا ما لعبته واجد، الملتي بلاير ما لعبته واجد، لا الاسلحه ولا شيء، ما يعني ما لفلت الا كم من سلاح كذا، ها هو الليفلي بعد مو بواجد. كانت اول عندنا فعاليا ان اللي يوصل برستيج 3 و4 كذا يرست، لا تسالني ليه بس كذا يعني، اني عشان نعيد ونشوف كيف لعب المنوب. الله المشكله ان كنا منوب. المهم يا اخوان والله اني طولت وانا بربر، بس قبل ما نبدا بتطلع لكم الحين يا اخوان الاحصائيه حقت القناه. انا ما احب اقولها ترى ذي، وما قلتها الا كم مره صار في القناه، يمكن هذه ثاني مره او ثالث مره بقولها الحين، يعني عشان النسبه اللي قدامك والله انها تغبن، اقسم بالله انها تقهر. 99% ما اشتركوا، يعني لو اشتركوا كلهم كان وصل لي الحين 100,000. اوكي لعلي بالغت، بس يعني اقل شيء وصلنا ها عدد مقبول فيه. فاذا عجبك المقطع حط لايك، واذا ما عجبك حط ديسلايك عادي ترى، واذا عجبك المحتوى يعني بكبره اشترك ترى عادي ما في شيء يا اخوي. المهم يا اخوان والله ان طولنا احنا نبربر، فخلاص خلونا نبدا. طبعا اول شيء بنبدا فيه واللي هو فعالياتنا اللي نسويها في كل جزء او في كل حلقه يعني نسويها من ذا السلسله، واللي هي الامبلم. فبسم الله خلونا نشوف الامبلمات اللي كنت اسويها. طبعا طالع لكم اتوقع اول امبلم هذا الصدق والله كان هبت حرفيا، بس كذا كنت طفشان وداخل اطقطق كذا وكان ودي اسوي لي شعار يعني اني ها. فانتم بس ركزوا في التفاصيل. طبعا في كلمه مكتوبه في النص ترى ما هي بطيب، هذه ذيب، المفروض انها ذيب بس انها يعني والله انها طالعه لحجيه شوي، بس عوافي يا رجال. واهم شيء السيفين انخلط ترى، يعني لاحظوا التفاصيل في ديتيلز. المهم هذا شعارنا الاول، انا صدق انه عاجبني الى الان. بسم الله خلونا نبدا بالشعارات الباقيه. اول شيء خلونا نبدا من تحت، شعار ديدبول ما في اسهل منه حرفيا. حط دائره دائرتين، دائره على اليمين، حتى ذي اللي على اليسار ما ادري شلون ما ضبطتها بس يعني سلك. وثاني علامه اتوقع اني شايفها من اليوتيوب، هذه اتوقع اني شايفها هلا او مسويها من اليوتيوب. واخر شيء ما ادري والله، اترك لكم التعليق انا الصراحه يعني ما ادري وش هذا. المفروض انه روجر، بس يا اخي الاشكال في اللعبه تجيب المغص او المعينات في اللعبه، هذا اللي قدرت عليه. المهم يا اخوان انتهت اول فعاليه للمقطع، خلونا نبدا في المقطع الاصلي. انت بس شيك على الافاتار اللي حاطه البريمس مدري الالتمس، هاخ الزومبي والله يا له ذكريات. طيب طبعا لا جينا نبحث عن اللقاء، ما في الا تيم ديث ماتش بس هو اللي ها فيه اللاعبين، اما الباقي ما في الا 7% 6%، وطبعا ما في احد بس يعني كذا بالمية يعني اني ها يتفلسف عليك. قبل ما نبدا خليني اوريكم الكلاسات على السريع. انا طبعا مثل ما قلت لكم اني ما كنت العب الجزء واجد، فنعم طبعا ما ادري ليه فجاء بلاك اوبس اللي هي بلاك اوبس 3 و4 ما فيه الاسلحه اللي متعودين عليها، الام بي 5 والاي كي وذولي، يمكن لان عصر اللعبه يعني اني متقدم وكذا اسلحه جديده فهمت. الزبده ان الكي ان هو الاي كي، بس انا ما جاز يعني ما كنت الف له. اما الهافك اوب 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 يا الهافك والله يا كان جامد يا اخي، ينفع اس ام جي وينفع اسولت رايفل وينفع كل شيء والله يا كان اسطوري. السنايبر يعني لك عليه ها، اقول لكم ما كنت العب الجزء مره. والكود ده تقريبا هو الاس ام جي حق اللعبه. ايوه صح نسيت اقول، بعد اجزاء بلاك اوبس القديمه اللي قبل كولد وور كان فيها باكجات، والباكجات حرفيا يمكن من اخس الاشياء اللي اضافوها او اللي كانت موجوده. كان فيه سلاح نادر في الباكجات اذا طلع لك هوب 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 يا ساتر، اللي هو اتوقع كان اسمه المارشال، اللي هو الفردين ذوليك. خلاص والله ان طولنا واحنا نسولف، خلونا نبدا على طول. بسم الله على ما ندور جيم يا اخوان. خلني اقول لكم ان الله كلام الزقاق على طول ما بدال يتكلم يا اخوي، خلنا نسولف. كنت بقول انه يعني ترى باذن الله بنبدا في مودرن يعني،
بنبدأ من مودرن 2019 طبعا، مو بالجديدة ذي، لأن لاعبين فيها أصلا ما مدح، ما كملت سنة حتى. بإذن الله يا إخوان بلاك أوبس بنستمر فيها لين كود 5. طبعا كود 5 ترى تعتبر بلاك أوبس من إنتاج تريارك، بدينا الجيم من إنتاج تريارك، وبنفس الوقت وش اسمه، بنفس الوقت فيها زومبي، يعني تعتبر بلاك أوبس. هذه بدايتها. حلو حلو، دخلني على جيم منتهي. الله يقلع عم السيرفرات المخيسة، حتى فصل النت. الله يا مو بالنت، السيرفرات. أذكر أول على أيامها، أيام ديلي وذولي دليلبي قالوا يطالبون بسيرفرات وحركات وبركات ومدري وش، في الأخير سحبوا عليهم ولا أعطونا وجه، ترجموا اللعبة بس بدون سيرفرات، وعلقت اللعبة. الله يقطع عم السقاقة، والله كلها من السواليف يا ولد اللي في البداية. الله وش نسوي يا اخوان، زالت الجلسة. اوكي على ما ندور جيم ثاني، خلونا نسولف. لا خلاص والله طولت في السواليف، اصلا دخلني على طول. طبعا يا اخوان المابات في بلاك اوبس 3 يعني ما هي بمرة اوكي، نيوك تاون على طول من البداية. يا اخي خلني انتقد، طيب خلني اقول شيء. والله بعد ترى نيوك تاون في ذا الجزء مو بمرة الصدق. اول مابات كذا يا اخي تحسها ابو كلب، لان الطيران يخربها. ما ادري يا اخي المابات كانت بتكون حلوة لو بدون طيران. يعني مثلا شوف بلاك اوبس 4، هو بلاك اوبس 4 تقدر تقول انها بلاك اوبس 3 بس بدون طيران، حرفيا نفس الثيم ونفس المابات تقريبا، ومع ذلك كانت ازين. اوكي بسم الله، خلونا نبدا طبعا بالهبك. والله يطول نفس السواليف. هنا ام اللون اللي حاطه، نبي طبعا نبدا بالثقيل. اوكي ريم يشكي، طبعا ريم يشكي والنت يشكي بعد. اهين ام ليم، اهين ام اللاق بعد. اوكي طبعا مثل ما قلت يا اخي الطيران والله ماشي في الجزء الصدق، يخرب ايمك. يعني انا فوق ما ان ايم يا ابو كلب بتلقى عك في اللعب. اوكي تريبل غير مقصود بس يلا. اوكي شوف شوف الحركات يا اخي، الهفك والله الهفك، عشق عشق. اوكي اي ولد على طول جبنا كل ستريك هذا، وانا توني سب اللعبه كيف عاد لو امدحها دقيقه بس. هيا ابن الذين، تعال تعال كم. اوكي يا اخي ليه يدخلوني في نص الجيم؟ لا ليتي في نص الجيم على اخره، الله يقطع ام الزقاق. يا اخي دخلوني من بدايه الجيم ولا لا تدخلوني؟ شوف بالله من اخر قتله بعد يا اخي يقطع شكله. مودرن اعلنوا عن الجزء الثالث على طول يا ولد، الجزء الثاني ما كمل 6 شهور مدري سنه، اقلع بيسكم اصبروا. المشكله قالوا بيخلونه سنتين ومدري ويش وبيدعمونه، بس يوم شافوا اللاعبين يسحبوا عليها ها نزلوا لك جزء ثالث. طب ترى مو بكذا يعني، يمكن يسحبون على الجزء الثالث، الله ما ادري ايش بيصير. يقولون الثيم حق الجزء الثالث بيصير احمر كذا ها، ما ادري شلون بس بيصير احمر. انا والله كان ودي انهم ينزلون بلاك اوبس السادس، والله كان ودي اخي اشغلونا خلاص بمودرن، نبي زومبي نبي حركات بركات. والله كل دور الناس سبوها سب يا ولد، مع انها بنت كلب. والله الجزء جامد كمولتي بلاير كزومبي كقصه، مع انا من محبين القصه في كود، كنت اول زمان كنت اشتري كود بس عشان القصه، الملتي بلاير كان شيء جانبي بالنسبه لي ما كنت احبه زمان مره على ايام كود 7 والحركات البركات. فا يعني الحمد لله قلنا وصلنا نلعب بالملتي بلاير وكلش. بسم الله وعلى بركة الله، يلا تيم ديث ماتش. يا هي ذا الماب من أخس المابات في ذا الجزء، المابات الثلجية كلها ما أدري ليه. يا شوف الليفل يا ولد توي يزود. أطا لق والدينا. لا 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 دقيقة دقيقة هلكم يلا هطف. اوكي يا اخي حقه كمبر بس انا ماني براعي كمبره مع الاسف مع الاسف يعني. لا لا يا اخي كان شكلي جامد وانا اسولف كذا وانا اجلد يا اخي. على اني ما احب بلاك اوبس 3 بس ايامها والله كانت جامدة، اما من زومبي او ملتي بلاير كلها كلها والله كانت جامدة، وجو سواليف كذا هذا وش في امه. اسلم هلقم يلا هطف. يا ساتر والله انها عاديه بس يا اخي شكلها جامد كذا.
اخي كنت بسوي حركة ذا معرق الله ياخذه. اوكي اشوف انه ما قصرنا في ذا الجيم. لا باس ادينا بسم الله على بركة الله. يلا نبدأ بالسنايبر على طول على طول على طول. نبي كذا اول ما نلقم يلا هط على طول عطها يلا هط. اوكي لاني استعجلت شوي. تعال تعال اشوفك اشوفك. لا لا يا خبي الله يقطع ابليس اذبحك اقل شيء. هقم يلا هط. هنا هنا في واحد عطى واحدة. اوكي دعم قدام يا رجال. خلك خلك ذيب ذيب الامعط. اوكي اخي بنزر ذا جاينا بشتقن. اوكي شكل السيرفرات بتبعس علينا بعستن بنت لذينا. اسلام اوكي صغرت السكوب شوي لعله يضبط. اسلام اوكي قهر والله كانت تجي حركة. يا ساتر لين. هلا والله بيبان وش الاخبار وش العلوم. اقلع ام الهوست يا شيخ حنا ضد الهوست. الجيم اللي يقبل بسم الله عدل ما والله كويس بس لو يزين. اوكي لو نلقى هوست زي الناس بيكون الماب اسطوري. اخيرا يا شيخ نسكوب عقب مليون محاولة ما بغينا. تعال يا ابني يا ابني تعال يا ابني تعال تعال لربك 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 الله يقطع بليسك. هلا والله شو الاخبار وش العلو. انا بكمبر دقيقة دقيقة ابي اشوف جوهم ابي اشوف جوهم بس اللي يكمبرون. دقيقة دقيقة شوف الحركة شوف الحركة لا ترجع لي الله يستر. والله انها جامدة. يا زين الكمبرة يا زين الكمبرة. اوكي اللي فليته شوي تاخذ لك كذا قتلات مجانية بلاش بلوشي ما تسوي عليها ولا شيء. هذه والله انها جامدة والله انها جامدة. اوكي اخر 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 كمبرة اخر كمبرة وخلاص سندير لان انا ما احب اكمبر ترى القم بس سوي فمه بكاء. اخر اخر كمبرة والله يا اخي الوضع عجبني شوي. لا امزح خلاص خلاص يا اخي اخر جيم خلاص اتفككها. يا ساتر العب. اوكي اخر 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 قتله لعيون الجماهير بس لعيون الجماهير لعيون الجماهير. اوكي اوكي خلاص اخر قتله اصلا خلاص قضينا. طيب يا اخوان هنا وصلنا نهايه الحلقه ان شاء الله كم استمتعتوا على نهايه المقطع لا تنسون تصلون على النبي ومع السلامه.